رؤية مستقبلية. السيدة ميزنجا ميلو الرئيس التنفيذي لقطاع بنك باركليز بأفريقيا، أهلا بحضرتك يا فندم بوزارة الشباب والرياضة. السيدة جين ويلوكس القائمة بالأعمال ليونيسيف لدى جمهورية مصر العربية. السيد جيرمي ويلسون رئيس مجلس إدارة بنك باركليز بجمهورية مصر العربية. وعن وزارة الشباب والرياضة أرحب بالأخ الفاضل زميل العزيز الدكتور محمود حسن رئيس الإدارة المركزية للتدريب والمشروعات. دكتور محمود برحب بحضرتك. السادة زملاء بوزارة الشباب والرياضة، الإعلام المصري القدير شريك النجاح والرقيب على الأداء. السادات والسادات الحضور الكرام، اسمحوا لي بداية باسم وزارة الشباب والرياضة وباسم حضراتكم جميعا أن نتقدم بتحية إعزاز وتقدير لمتدربي البرنامج من المحافظات الخمس: القاهرة، الأسكندرية، الشرقية، أسيوط وسوهاج، فتحية منا جميعا لحضراتكم. الحفل الكريم، وفقا للإحصائيات فإن النشأ والشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 10 و24 عاما ما يقرب من ثلث سكان مصر، ونتفق جميعا أن الاستثمار في النشأ والشباب من شأنه أن يعزز من مهاراتهم بشكل يزيد من تقديرهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم، ويعمل على تحسين حياتهم بما يحفز مساهمتهم الفعالة في تطوير مجتمعنا لمصرنا الغالية. وإن قضية البطالة تعتبر من أهم القضايا التي تهم النشأ والشباب المصري بل والعالم أجمع، ولكن صوب الاهتمام داخل القطر المصري في هذا الصدد. والتحدي يمثل في أن 63% من العاطلين هم أقل من 30 عاماً، وتتمثل قضية البطالة في الأساس في إمكانية الدخول لسوق العمل وفقاً لمتطلباته، وأن من الأسباب الرئيسية هي عدم تناسب المهارات لدى العناصر البشرية ومتطلبات سوق العمل. ومن هنا يكمن مغزى ومضمون مشروع مشواري التنموي، والذي يأتي في إطار تضافر الجهود بين القطاع الحكومي متمثلاً في وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات الدولية متمثلةً في اليونيسيف أحد الجهات التابعة للأمم المتحدة، وبنك باركليز ممثلاً للقطاع الخاص. ويمثل مشروع مشواري برنامجاً لتنمية مهارات النشأ والشباب يتم تطبيقه بمراكز الشباب بخمس محافظات كما سبق الذكر: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، أسيوط وسوهاج. ويضم البرنامج مهارات حياتية مثل الاتصال وتحديد الأهداف، التفكير الابتكاري، ومهارات وتخطيط العمل مثل كتابة السيرة الذاتية، ومهارات إجراء المقابلة الشخصية حتى يكون هناك مغزى إيجابي من إجراء هذه الخطوة. ولا يقف على هذا الحد أبداً، ولكنه يقدم أيضاً خدمة مشهورة أو خدمة المشهورة المهنية، والتي تتم من خلال ثلاثة مراكز مهنية نموذجية تم إنشائها بمحافظات القاهرة، أسيوط وسوهاج، وهي تعنى بتقديم خدمات توجيهية لدعم الشباب لتحديد مسارهم المهني. عن مزيد من تفاصيل لهذا المشروع أدعو الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمود حسن للتفضل لإلقاء كلمته لإيضاح مزيد من المعلومات عن المشروع. دكتور محمود فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالكرام ضيوف مصر اللي بيشرفونا اليوم واللي كان لنا يعني شرف لقائهم ومتواجدين معنا على المنصة أو في مقدمة الضيوف، كما يعني أود أن أشكر معالي الوزير المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، برغم الظروف الصعبة اللي هي الارتباطات اللي مسؤول بيها، يمكن قدر وقت إن هو يجي ويشوف الحجم، بعض من حجم الإنجاز سواء المعرض أو الشباب، الحمد لله اللي على مستوى عالي وعلى مستوى راقي زي ما بنسميه. فده كان فرصة عظيمة انه يكون متواجد معنا الفترة البسيطة، لكن بتعتبر دفعة كويسة للمشروع. انا برحب كمان بزملائي
السادة وكلاء وزارة الشباب بمديريات الشباب الخمسة اللي منفذ بها المشروع، وبشكرهم على جهودهم الكبيرة. برحب بالشباب المجتهد فعلا اللي حب يعمل لنفسه كيان. احنا يمكن النهاردة بنلتقي على مشروع مشواري، مشروع مشواري يمكن زي ما تفضلت الدكتورة جهاد من اسمه حبينا نعمل بصمة للنشأ والشباب في مصر. كلمة مشواري ان لازم ابدأ بيها، ان عندي يكون هدف، عندي حلم، عندي طموح، عندي مهارات لازم اكتسبها. فكان مشروع مشواري لما حطينا الاساس فيه كان الاساس اننا نحط له محاور واهداف. اشتغلنا على محورين مهمين، محور المشورة ومحور تنمية المهارات. قصدنا بالمحورين دول ان احنا نوصل بالشباب لكل المهارات الحياتية او المهارات اللي بتساعده على سوق العمل الحر. وقصدنا كمان ان هو الشاب يعرف ان هو اخذ مؤهل او حصل على مؤهل مش معناه لازم اشتغل بالمؤهل ده. يعني انا بكالوريوس تجارة لازم اشتغل محاسب واحط نفسي في القالب بتاع المحاسب، ولو ما جاتش وظيفة محاسب وما جاتش وظيفة حكومية يبقى مش هشتغل. حبينا نغير الفكرة دي من خلال الاستشارات المهنية، وده كان الأساس اللي اشتغلنا فيه. ويمكن مراكز المشورة، ويعني مش عايز أقول إنها من أنجح المشروعات الموجودة في وزارة الشباب، لكن خلينا نقول الرؤية بتاعتنا اشتغلت إزاي وإيه اللي وصلنا ليه، والحمد لله المستقبل هيكون إيه. احنا اشتغلنا في 5 محافظات: القاهرة، اسكندرية، اسيوط، سوهاج الشرقية. حبينا نعمل تنويع في التوزيع الجغرافي للمحافظات، يعني اشتغلنا في الصعيد اللي هي اسيوط وسوهاج، خدنا من منطقة الدلتا الشرقية بتعتبر من اكبر المحافظات الكثافة سكانية وفيها شباب، اخذنا القاهرة لانها بتمثل محافظات القاهرة الكبرى، أخذنا اسكندرية بتعتبر العاصمة الثانية وفيها مينا وفيها بعض المشروعات الحضرية الكبيرة. عشان كده الحمد لله اشتغلنا في 70 مركز شباب. المشروع ده كان ليه عوامل نجاح. النجاح الأول إن في دعم مميز من بنك باركليز. هي يعني البنك لم يبخل بأي تمويل لنجاح المشروع، وده كان العامل الأول اللي ساعد في إتمام المشروع. العامل الثاني كان الدعم الفني الكبير اللي اتعمل من منظمة اليونيسيف. منظمة اليونيسيف منظمة عالمية في الأمم المتحدة، ليها جهود كلنا عارفينها. البرنامج اللي اتعمل والبرامج اللي اتعملت كانت ليها أهداف، ليها رسالة، ليها رؤية، ليها في الآخر مؤشرات. يعني لو في مؤشرات سلبية كان بيتم تلافيها باستمرار، كان دايما يسعى للمؤشرات الإيجابية. المتابعة المستمرة اللي تمت من منظمة اليونيسيف للمشروع مع زملائنا في الإدارة العامة للمشروعات والتدريب برئاسة الأستاذة يسرية رجب وزملائها، المتابعات المستمرة دي كانت بتدينا احنا ماشيين فين، وده كان من العوامل اللي ساهمت اننا بقينا نتلافى باستمرار برغم كان في بعض الصعوبات. ما فيش مشروع بيمشي بسهوله، لكن كان في بعض الصعوبات. الحاجه الرابعه ودي كانت الاهم، الجديه اللي كانت موجوده عند معظمكم انه هو عايز يعمل حاجه، عايز يتعلم مشروع، عايز ينتج، عايز يكسب مهاره. كل العوامل دي خلت ان المشروع يبقى ناجح. احنا اخترنا مرحلة سنية من 13 ل 27 سنة، ودي المرحلة اللي بيتم فيها تكوين الشباب. يعني الشاب بيبدأ من اول 13 سنة بيحس انه داخل في مرحلة انه عايز يبقى راجل. لازم نديله مهارات ايجابية، ولازم نديله انه يعرف ازاي يعمل لنفسه هدف، ولازم نديله ازاي يبدأ يدرس مشروع. صحيح بيكون صغير في البداية لكن مشروع ممكن يكبر معاه. يعني بنقول له احلم وخلي عندك طموح، وبعدين ازاي تحقق الطموح. ويمكن حضراتكم لمسكوا ببعض المشروعات اللي موجودة بره برغم بساطتها لكن بتعبر على ان الناس عايزة تنتج وعايزة تشتغل.
أنا طبعاً إحنا عندنا يعني كلام كتير عن المشورة وعن تنمية المهارات الحياتية، يعني يكتفي إن الشاب يفهم أو يعلم أو يتعلم يعني إيه مهارات التواصل، يعني إيه مهارات الاتصال، يعني إيه مهارات التخطيط للمستقبل، بناء المستقبل، بناء فريق العمل، الحوار والحوار الآخر، كل دي مهارات حياتية بتخليه يعرف إزاي يختار طريقه، اتعلم إزاي إن هو يعرف يعمل السي في، بيان الحالة عن نفسه. احنا عندنا ناس بتعمل سي في كويس لكن بيروح المقابلات الانترفيو ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يعبر عن نفسه، اتعلم في المشروع ده ازاي يسوق لنفسه. كان كل دي عوامل ساعدتنا احنا كوزارة شباب ان عشان المشروع ده ناجح، ان الخمس محافظات دول دخلنا عليهم خمس محافظات جديدة من وزارة الشباب عشان نبقى ماشيين في خط فيه خمس محافظات موجودة. وزارة الشباب المهندس خالد ما بخلش علينا ان هو هيمول المشروع في الخمس محافظات الجديدة، برضو هنراعي التوزيع الجغرافي، هناخد محافظات من المناطق الحدودية، هناخد محافظات من منطقة القناة، هنكمل محافظات من الصعيد، وهنكمل من الدلتا، يعني عندنا محافظة زي الدقهلية اللي فيها مستوى كبير من الشباب وفيها أكبر عدد من مراكز الشباب في مصر. أنا مش عايز أطول على حضراتكم، أنا بشكر كل اللي ساهموا في نجاح المشروع، بشكر في المقام الأول بنك باركليز على الدعم المالي الكبير اللي قدموه، بشكر منظمة اليونسيف على الجهود الكبيرة والدعم الفني اللي موجود، وبرضو بقول لهم برغم إن إحنا هنكمل في جزء كوزارة شباب مش هنقدر نمشي في خط من غيركم، يعني إحنا ماشيين في المحافظات الخمسة.